صباح الخير يا أمي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم لدينا ورقة عمل لمادة الاجتماعيات، وهذه الورقة عبارة عن مراجعة للدرس الأول وللدرس الثاني، وسوف يتم رصد علامة عليها يا أول. سوف أقوم بشرح ما هو مطلوب منكم عمله في البيت لهذه الورقة. سؤال الأول: لون الوردات بعدد سنوات عمرك، كم عمرك؟ لون بحسب سنوات عمرك. ثم السؤال الثاني: لون الملابس للولد الذي جنسه الذكر باللون الأزرق، وللبنت أي الأنثى باللون الأحمر. لديك مجموعة من الملابس التي تخص الذكر والتي تخص الأنثى، ولونها بالألوان المطلوبة. ثم أنتقل للسؤال الثالث: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. السؤال الأول: نسمي والد والدي جدي أم عمي؟ وضع دائرة حول الإجابة. نسمي أخ أبي خالي أم عمي؟ نسمي والدة خالتي جدتي أم عمتي؟ نسمي المرأة التي ولدتني جدتي أم أمي؟ ثم ننتقل للصفحة الثانية: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. السؤال الأول: عمري 4 سنوات. إذا كان عمرك 4 سنوات ضع صح، وإذا كان لا ضع خطأ. تتكون الأسرة من أب وأم فقط؟ سؤال ثلاثة: الله خلقنا ذكرا وأنثى؟ سؤال أربعة: صديقي سامي، لاحظ صديقي سامي من أفراد أسرتي؟ سؤال خمسة: من واجباتي نحو أسرتي التعاون؟ والدة والدتي هي عمتي؟ أزعج أصدقائي ولا أحترمهم؟ نحترم والدينا ونحبهم؟ ثم ننتقل للسؤال الأخير: ضع دائرة حول صورة العائلة. لديك صورتان، انظر إليهم بشكل سليم وضع دائرة حول الصورة التي تمثل العائلة، هذه أم هذه، ثم ضع الدائرة. وشكرا لكم.